هنتكلم دلوقتي على عظمة السكرم. عظمة السكرم طبعا هي عبارة عن الفقرات الساكرة للفرتبري بعد ما بيحصل لها فيوجن مع بعض، تعمل عظمة واحدة اللي بنسميها سكرم أو السكرة البون. عدد فقرات السكرة للفرتبري طبعا ده الهرس، عدد الفقرات كان 5 فقرات، وأدام 5 فقرات يبقى بينهم 4 دورزل و4 فنترال ساكرال فورامينا. والترانسفيرس لاينز دي بتحدد لي مكان الفيوجن بين الفقرات. يبقى دول الفنترال ساكرال فورامينا عددهم اقل من عدد الفقرات بواحد، ودورزال ساكرال فورامينا يعني في 5 فقرات في الهورس يبقى في 4 فورامينا. لو في فقره زياده عن الخمسه يبقى دي الفقرات الكودال احيانا بيحصل لها فيوجن مع السكرة. اللي فوق دول السباينس بروسيسز، واللي قدام المنطقة اللي قدام دي اللي بنسميها البيز، بيز اوف ذا ساكرم. ده بيبقى فيه عدة حاجات هفكركم بيها: كرينيال ارتيكولار بروسيس، الساكرال كانال، البادي اوف ذا ساكرم، والحتة اللي تحت دي البرومونتري اوف ذا ساكرم اللي هي الشفة اللي نازلة تحت دي، واللي على الجنبين دول الوينج اوف ذا ساكرم. الوينج اوف ذا ساكرم في الهورس مميز بالشكل البريسماتيك ده، مسحوب ده، وبيتميز ان عليه 2 ارتيكولار سيرفيس. الارتيكولار سيرفيس اللي قدام اللي بنسميه كرينيال ارتيكولار فاسيت او اللامبر ارتيكولار فاسيت، عشان ده اللي بيعمل تمفصل مع 6 لامبر فيرتبر. اما اللي ورا فبيبقى شكل الود، ده اللي بنسميه اوريكولار فاسيت، ده اللي بيعمل ارتيكوليشن مع عظمه الاليوم. يبقى الكلام ده كده بيفكرنا بالسكرم اوف ذا هورس. لما نيجي نشوف السكرم بالجمل، سكرم الجمل يعتبر صغير، شكله مربع زي ما احنا شايفين كده، بيتكون من 4 فقرات. السباينس بروسيسز بتاعتهم بتبقى قصيره وتخينه ومفصولين عن بعض، في واحده مكسوره هنا. ادام هو 4 فقرات يبقى فيه 3 دورزال ساكرال فورامينا وزيهم 3 فنترال ساكرال فورامينا. الوينج بيبقى كوادري لاترال زي ما احنا شايفين، كوادري لاترال مش بريسماتيك زي الهورس. وطبعا الارتكيوليشن اللي بيحصل مع اللمبر في الهورس ده ما بيحصلش في اي حيوان تاني، عشان كده ما تلاقيش دايما الكرينيال ارتكيولار فاسيت موجوده غير في الهورس. يبقى ده الجمل 4 فقرات. الاوكس 5 فقرات زي الهورس، الاوكس 5 فقرات، بس بيتميز الاوكس بالفيوجن بتاع السباينس بروسيسز مع بعض عشان تعمل حاجه اسمها ميديان ساكرال كريست. ميديان ساكرال كريست، عايزك برضو تاخد بالك ان احيانا في الهورس احيانا بيحصل فيوجن، احيانا، بس برضو في حاجات تانية، في حاجات في الوينج، في الكرينيال ارتيكولار فاسيتس، في حاجات كتير تميز الهورس عن الاوكس. يبقى الاوكس من اهم الحاجات اللي تميزه الميديان ساكرال كريست، وكمان الارتيكولار بروسيسز لما بيبقوا فيوزد مع بعض بيعملوا 2 كريست كمان على الجنبين، هم بنسميهم لاترال ساكرال كريستس. اللاترال ساكرال كريست بيغطوا على الدورزال ساكرال فورامينا، فمش بيبانوا من فوق دورزال ساكرال فورامينا زي الهرس والجمل. انما لو قلبت من تحت هتلاقي باين جدا الاربعه فنترال ساكرال فورامينا، حجمهم كبير قوي كمان، وبيبقى فيه ميديان جرو اهو بيمشي فيه ارتري اللي هو الميديان ساكرال ارتري، عشان كده بسمي ده ميديان ساكرال جرو. بيتميز الوينج ان هو كوادري لاترال ان شيب، ومفيش الكرينيال ارتيكولار فاسيت اللي كانت موجوده في الهورس. يبقى الاوكس 5 فقرات وعامل ميديان ساكرال كريست وتو لاترال ساكرال كريست، دي اهم ما يميز الاوكس. لو جينا نشوف الشيب والدوج، الشكل العام بتاع الشيب تريانجولار ان شيب، والشكل العام بتاع الدوج كوادري لاترال ان شيب. هنا عدد الفقرات في الشيب بيبقى 4، بس في واحده مكسوره، انما المفروض يبقى 4. والسباينس بروسيسز بيبقوا سيبريتد، واحيانا يبقى في الاثنين اللي قدام فيوزد والاثنين اللي ورا سيبريتد.
احيانا، بس هو الشيب بيبقى فيه 4 فقرات وشكله العام تريانجولر. ولو بصيت هتلاقي تعد الدورزال ساكرال فورامينا والفنترال ساكرال فورامينا هتلاقيهم 3 بيرز، يبقى دي الشيب. انما الدوج بيبقى كوادريلاترال ان شيب، عبارة عن 3 فقرات بس، ففي بينهم خرمين من فوق وخرمين من تحت، دورزال وفنترال ساكرال فورامينا، والشكل العام بتاعه كوادريلاترال. وبيحصل فيوجن للسباينس بروسيسز عشان تعمل الميديان ساكرال كريست. الحالة دي زي الأوكس، يعني تشابه هنا الدج مع الأوكس أكتر من الشيب، تشابه أكتر في إيه؟ في الميديان ساكرال كريست. شكرا.